مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت هلأ على شاشة سما الفضائية. رح نروح فيها لعالم المشاهير ونعرف شو آخر الأخبار المتداولة حولهم. وبداية أخبارنا لليوم رح تكون سورية، ومن عند أيقونة الموضة مثل ما كتار لقبوها جيني إسبر، ويلي نشرت مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الخاص على السوشيال ميديا من أحدث فوتوسيشن لإلها. فظهرت إسبر بالصور بإطلالة ناعمة وراقية أشعلت من خلال السوشيال ميديا، خاصة بجمال اللافت. أما الجدير ذكره أنه آخر أعمال جيني هو مسلسل ولو بعد حين، وعدد من المسلسلات الأخرى منها فتح الأندلس وبيوت من وراء، وتم عرضها خلال الموسم الرمضاني 2022. من الدراما رح ننتقل لعالم الغناء، ومن سوريا مباشرة على لبنان. وتاني أخباري عن ميريام فارس يلي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي من بعد نجاح تحدي أغنيتها قومي بتحقيق أكبر نسبة انتشار على تيك توك. ونشرت فارس مقطع فيديو وثقت فيه الأرقام يلي حصدتها أغنيتها الشهيرة قومي، فنشرت بيان تحت عنوان عدد مشاهدات قومي لميريام فارس تتخطى عدد سكان الكرة الأرضية. وإجا بالنص، أعلنت شركة تيك توك العالمية عن الأرقام يلي حصدتها أغنية قومي لملكة المسرح ميريام فارس حتى الآن بنشر فيديو على صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات، ويلي حصدت 8.4 مليار مشاهدة لحد هي اللحظة، علما أنه ميريام ما بتملك حساب خاص على تيك توك وكمان لحد هي اللحظة. أما بخبرنا الأخير فرح ننتقل من عند ميريام فارس ونروح مباشرة على مصر. وخبرنا الأخير حيكون عن تصدر الفيلم المصري تسليم أهالي المرتبة الأولى بين قائمة العروض السينمائية، متفوق على فيلم كيرا والجن للممثلين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأيضا فيلم بحبك لتامر حسني. وحقق فيلم تسليم أهالي أرباح عالية وصلت تقريبا 1,132,000 جنيه وفقاً لآخر إحصاء تم. وبنفس السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو من الفيلم بيظهر من خلال الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز، وقد كانت أنجزت تصوير مشاهدها قبل وفاتها، وشهد المقطع ظهور اسم دلال عبد العزيز بالشارة الخاصة بالفيلم وإطلالة لإلى من العمل، وكانت عم تقدم دور الأستاذة بوثينة وظهرت فيه جملة شكرا يا أستاذة بوثينة. وعاشت الممثلة دنيا سمير غانم ليلة ممزوجة بين الفرح والحزن لما استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الجديد تسليم أهالي بنهاية الأسبوع، وكان عم بيحقق الفيلم نجاح كتير كبير بمصر. يعني هي كانت مجموعة من أخبار المشاهير اللي كانت ترند بالساعات القليلة الماضية. أكيد بكرة في حلقة جديدة من فن نيوز، نرجع نشوفكم إذا الله راد بكرة بنفس التوقيت على شاشة سما الفضائية. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.